السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعي قناة أجيال أندلس. طبعا الكويت غلطان وغلط كبير جدا، بس في الأول والآخر الكويت ومصر اخوات، كل واحد له حر في تعليقاته، وانت حر تعمل اللي انت عاوزه وتقول اللي انت عاوزه، دي حرية شخصية. الهاشتاج بقى اللي كتر قوي دلوقتي مصر الكويت اخوة، ده الهاشتاج ده طلع عشان يخمد فتنة تويتر بين الشقيقين مصر والكويت. طبعا هاشتاج مصر والكويت اخوه تصدر ترند موقع التدوينات القصيره في تويتر في الكويت، كان يوم اخره كان يوم الاحد. اكد المغردون من البلدين مدى قوه ومتانه العلاقه المصريه الكويتيه المشتركه. احنا بقى عشان بقى على نور كده، مهما يحصل بينا المفروض نرجع لبعض تاني، احنا ما عندناش عاوزين انقسامات كتير، كل واحد يختلف او يتفق معاه براحتكم، بس انا ضد الانقسام، يعني بسبب المشاكل دي المشاكل هتتحل وعاوزين نرجع لبعض تاني، لان لنا اخواتنا كتير في الكويت هيتضروا بسبب المواقف دي، وفي ناس عيشها هيتقطع وحاجات كتير هتحصل وهتبقى شغلانة عندنا وموال. قال المغرد الكويتي احمد العزمي من الكويت بلد الانسانية الى مصر ام الدنيا. مصر والكويت اكبر من اطفال تويتر وفتنتهم. في مقال المغرد المصري ياسر حسن: سنبقى اخوة واشقاء وربنا يحفظ سمو الامير، فهو القائد الذي طالما حافظ على جمع شمل العرب. المغرد الكويتي الاعلامي صالح نصار: ستبقى مصر العروبه، مصر الثقافه، مصر الادب، مصر الفنون في قلب كل كويتي عربي مسلم. بينما قال المغرد الكويتي ام ار في اي بي: حبايب واخوان مهما حاول البعض تعكير الود بيننا. في حين قال المغرد الكويتي محمد المطيري: حبايب واخوان مهما حاول البعض تعكير الود بيننا. وقال المغرد الكويتي الراوي سعود الخمسان: أزمة الغزو العراقي أظهرت المواقف الجبارة، تحيا مصر عروبة. ده حقيقة يا جماعة، مصر واقفة مع كل البلاد. المغرد الكويتي برضو نواف قال: الكويت تتزان بعالم أم الدنيا، وبدأ ينشر صور مضيئة لأبراج الكويت بالعالم المصري، وبدأ الهاشتاجات تنتشر. فإحنا بنقول للكويتين، المصريين دول أسياد العالم، يعني احنا كمصريين بنتغرب عشان خاطر ولادنا وعشان خاطر اهالينا، بس مش عاوزين اهانة. عشان كده بعض المغردين زي الدكتور خالد مغرد كويتي، المفروض ان الهاشتاجات دي عليها رقابة، مش معقول نسيب المراهقين يلعبون بتويتر ويعملوا فتنة من الكويت ومصر، احنا بلاد كبيرة. عشان كده احنا بنقول الهاشتاج اللي اتصدر دلوقتي يا جماعة في تويتر اللي هو مصر والكويت او الكويت ومصر أشقاء، عشان كده مش عاوزين فتنة يا جماعة، لأن هناك وهنا في كلتا الحالتين هيبقى في ضرر، وإحنا مش عاوزين ضرر لإخواتنا ولا لأولادنا في أي مكان، سواء كويتي سواء مصري أيا كان. وكل واحد قلت لكم حر يقول اللي هو عاوزه، أنت حر ما لم تضر. في الأول والآخر مش عاوزين فتنة بين العرب، يا ريت العرب يرجعوا قوة تاني، العروة الوثقة، ده اللي احنا عاوزينه. كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال أندلس، لكم مطلق الحرية في التعليقات، وربنا يجمع شمل العرب مرة تانية وترجع الأمة الإسلامية أمة قوية كما كانت. بلاش تفكك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مش عاوزين نجيب الآية من ورا، تفرقوا ولا تعتصموا، لا، مصر الكويت البحرين الوطن العربي كلتنا إخوة، مهما حصل بينا إن شاء الله الشمل يتلم. في أمان الله.